الحلقة 30 في تفسير جزء عامة، والحلقة الأولى في تفسير سورة الأعلى. هنبدأ الحزب الأعلى أربع تربع، كل ربع بيتكلم على موضوع معين. الربع الأول ربع الأعلى بيتكلم في ثلاث صور: الأعلى الغاشية الفجر، الربع الثاني البلد الشمس الليل الضحى أربع صور، الربع الثالث ست صور: الشرح الدين، العلق القدر، البينة الزلزلة، والربع الأخير فيه 15 صورة. يبقى كلمة السر 3 4 6 15. ايه وجه التناسب بين سورة الاعلى والغاشية والفجر؟ الاعلى بتتكلم ايه المطلوب من المسلم، الغاشية بتتكلم الجزاء في الاخرة، الفجر بيتكلم الجزاء في الدنيا اساسا والاخرة برضك اشارة اليه. ايه موضوعات سورة الاعلى؟ ثلاث موضوعات. الموضوع امر من الله تعالى بالتسبيح. يعني ايه التسبيح؟ يعني تتعلم الاسماء والصفات، وتتعلم معاني الايات والصور، وتنفي عن الله تعالى اي ظن سيء واي معنى من معاني سيء، وتعلم ذلك. طب لماذا يجب ان نسبحه؟ الموضوع الثالث كيف نقوم بامر التسبيح. الموضوع الرابع ما المانع الذي يمنع الانسان من التسبيح. طيب بما تتفضل هذه الصورة عن بقية الصور؟ ان الرسول كان بيقرأ فيها بالعيدين ويوم الجمعة، وكان بيقرأ بها في الوتر مع كل الذين كفروا، وكان بينصح بها الامام اللي خلفه عمال مشغولين لا يتحملون التطويل، فنصح بها معاذ لما كان يطيل على الناس. نبدأ بالموضوع الأول، أمر الله تعالى بالتسبيح، ودي آية واحدة: سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى معناها نزه ربك الأعلى. السؤال هنا عشان نفهم الآية دي نعرف أعلى من إيه، أين سننزهه، عن أي شيء ننزهه. الآية لم تتكلم، وهل سنسبح اسم ربك ولا هنسبح ربك؟ طب ليه ربنا قال سبح اسم ربك ما قالش سبح ربك؟ دول سؤالين عاوزين نجاوبهم. طيب نجاوب السؤال الأولاني، لماذا جاءت الآية عامة فلم توضح كيفية الأعلى؟ ليشمل كل أنواع العلو، علو في الذات فذاته أعلى الذوات لأنها فوق العرش، وعلو قهر فهو القاهر فوق عباده، وعلو قدر لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا أعلى منها. طب ليه جت الآية عامة فلم توضح أين ننزهه؟ ليشمل كل أماكن التنزيه، فيجب أن نعلم نفسنا ونتعلم وندعو نفسنا لعبادة الله تعالى والاعتقاد أسمائه وكماله، وندعو مجتمعنا وندعو عالمنا كله ننزهه في كل مكان علما وتعلما وتعليما. طب ليه الآية جت عامة ولم توضح عن أي شيء ننزهه؟ ننزهه عن كل نقص، فننزهه عن شرك الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وعن سوء الظن. طب هل المراد بالتسبيح الرب ولا تسبيح الاسم؟ تسبيح الرب. طب ايه الدليل ان النبي اما جاي ينفذ هذه الآية قال في الركوع في السجود سبحان ربي الأعلى؟ ده تفسير علي بن ابي طالب بن عباس. طب السؤال ليه ما قالش سبح ربك الأعلى؟ ليه قال سبح اسم ربك الأعلى؟ لثلاث أسباب. السبب الأول، أم عندما يكون الملك مهاب جدا وكبير جدا لا يستطيع أحد أن يكلمه مباشرة، بل يكلم ما يكني عنه. ما نقولش سلام عليك أيها الملك، نقول سلام على المجلس العالي. تاني حاجة، تنبيها أن الله تعالى أسماء وصفات لابد أن ينزه بها ويعبد بها. ابن القيم بيقول فأقحم الاسم تنبيها على هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان. تالت سبب، تنبيها على تعظيم الأسماء تعالى وصفاته، وأنه يحرم أن يسمي بها أحد، زي المشركين ما سموا آلهتهم اللات والعزة مشتقين من أسماء الله تعالى. طيب الموضوع الثاني، لماذا يجب أن نسبحه؟ لأننا سوف نحاسب ونعاقب ونحشر ونسأل لماذا لم نسبحه تعليما وتعلما. طيب ما أدلة أن احنا عم نحشر ونتحاسب؟ خلق الكون وخلق الإنسان ونبات النبات. طيب ايه الدليل الاول والتاني؟ الاول والتاني مع بعض، خلق الانسان وخلق الكون، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ده الدليل على ان احنا سنحاسب، لان هو خلقنا واللي خلقنا يعدنا، وخلق الكون واللي خلق الكون اسهل لانه يخلقنا دي. الذي خلق الانسان والكون فسوى، يعني جعل كل حاجة خلقها في احسن صورة، والذي قدره وقدر لكل حاجة ما يصلحها،
وهدى كل مخلوق إلى ما قدره إليه ليصلحه. ناخد مثال النملة دي، ربنا خلقها وسواها في أحسن صورة تعيش فيها، وجعل لها جسمها كله متناسب مع حياتها، وقدر لها ما يصلحها، فعلمها أن لازم تحط الحب في الصيف عشان تاكله في الشتاء، وهداها إلى ما يصلحها فطرة. بتتولد النملة وهي عارفة ما يصلحها، فالنملة لو لقت حبة قمح بتخزنها، وقبل ما تخزنها تقسمها نصين عشان ما تنبتش، لو لقت حبة كزبرة بتقسمها أربعة عشان ما تنبتش. إيش عرف النملة دوت؟ ده بقى من هداية الله تعالى اللي قال سيدنا موسى عليها، الذي قدر كل شيء ثم هدى. إن ربنا خلق كل شيء ثم هدى، برضو كل إنسان اتولد وربنا خلقه في أحسن صورة، وبعدين قدر له ما يصلحه إنه لازم يرضع من ثدي أمه، وأول ما ينزل تلاقي الجنين يعمل يرضع من ثدي أمه. طب إيش عرفه إن في رضاعة؟ ده من الهداية. طيب ده الدليل الأول والتاني، خلق الإنسان وخلق الكون. الدليل الثالث، الذي أخرج المرعى، يعني أخرج النباتات من الأرض فتأكل منها الأنعام ويستفيد منها الإنسان. طب لو الأنعام ما كلتش والإنسان ما استفادش منها، فجعله يعني بعد ما المرعى يبقى مرعى، يجعله بقى في المرحلة لو ما اتكلش غثاء، يعني يابس ناشف، أحوى يعني أسود. يعني الإنسان مستفيد وهو مرعى وهو ناشف وغثاء نحو، ودي من نعم ربنا، واللي خلق النبات ونبت النبات يستطيع أن يحيي الإنسان مرة أخرى. طيب الموضوع بقى الثالث، كيف نقوم بأمر التسبيح؟ أول خطوة عشان نسبح الله تعالى نقرأ الأدلة. ووعد الله كل من صار خلف طريق النبي صلى الله عليه وسلم من التدبر والتزام الأدلة أنه سيحفظه الأدلة فلا ينساها، فضل من عند ربنا. قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى، وده وعد للنبي وكل من صار على نهجي حتى لو كان أمي، بدل قرأ الأدلة واهتم بالأدلة سيجعله الله قارئا حافظا للأدلة للقرآن فلا يقع منه نسيه. إلا ما شاء الله أن ينساها لأنها منسوخة. طب ليه ربنا بينسخ؟ إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الجهر بتاع الناس وخفائهم، فيعرف مصلحتهم، فيعلم أنهم يحتاجون إلى حكما اليوم لا يحتاجونه غدا، فبيجيب لهم الحكم ده وبعد كده ينسخوا بكرة. ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. دي أول حاجة، قراءة الأدلة والقرب منها. تاني حاجة، ونيسرك لليسرى، ده تعلم الأدلة، نيسرك للشريعة اليسرى، نيسرك لتفهم الشريعة اليسرى اللي هي شريعة الإسلام، وده وعد آخر لنبيه ومن صار على طريقه، من عاش للدليل أن يفهمه الله الشريعة اليسرى. الخطوة الثالثة، أن يبلغ تلك الشريعة، فذكر إن نفعت الذكرى. طب متى لا يبلغ الشريعة؟ إذا ظن أنها ستضر، دي الحالة الوحيدة أنه يكتم الكلام ما يدعوش. ليه؟ لأنه عارف لو تذكر هيتسبي الله تعالى، لو ذكر سيقتل الداعي، لو ذكر المدعو هيكسل. طب إيه الدليل؟ أن في حالة الضرر لا يدعو، لا يجوز له أن يدعو، فذكر إن نفعت الذكرى. وحديث لما بشر النبي معاذ قال ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وقال أمير المؤمنين علي ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ طيب ما نتيجة الدعوة دي؟ سيتذكر من يخشى، اللي خاف ربنا هو لا يتذكر، وسيتجنبها الأشقى الذي يهلك يوم القيامة. ثم الذي يصل النار الكبرى، الذي يستحق أن يحترق في النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وبعدين ما يخش النار لن يموت، هيفضل يتعذب، مع إن أكبر أمنية أهل النار إنه ما يموتوا، ولا يحيا حياة بدون ألم، يفضل حي حياة كلها آلام. قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال ولا يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. الخطوة الرابعة، أن العبادة والعمل الصالح.
آمنوا وعملوا في صوت العصر، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العمل الصالح، قد أفلح من تزكى بقلبه وذكر اسم ربه بلسانه فصلى بجوارحه. لازم يبقى الإنسان عبادته. طب ما الموضوع بقى الرابع والأخير، ما المانع الذي يمنع الإنسان من الوصول إلى تسبيح الله تعالى وتعلم دين وتعليمه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، إن هو عمال يفتح مشاريع ويصرف فلوس ومنشغل بالحياة الدنيا وبيلمف ده يجي، ما ينفعش، لازم أنت تفضي نفسك. لا تؤثر الحياة الدنيا وتفضلها، تؤثر يعني تفضل الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى. إن هذا الأربع حاجات اللي احنا قلنا عليهم دول لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، ما من رسول إلا دعا قومه إليه. بعد كده عندنا الأسئلة الهامة، ناخدها في الحلقة القادمة إن شاء الله. قادمة إن شاء الله.